السلام عليكم متابعي قناة تيرتك. العديد من المتابعين الكرام يسألونني حول أفضل الهواتف المتوسطة في الجزائر وبمختلف الأسعار، لذلك في هذا الفيديو إن شاء الله سأقدم لكم قائمة بأفضل الهواتف تحت سعر 30,000 دينار جزائري أو 80 سنتيم، وأتمنى أن تنال إعجابكم وأدعمني بالضغط على زر اللايك أسفل هذا الفيديو. في قائمة اليوم لن أقدم لكم المواصفات الخاصة بكل هاتف، وذلك من أجل عدم الإطالة في مدة الفيديو، لذلك سأترك لكم في أسفل الشرح مواصفات كل هاتف بالإضافة إلى مقارنة كاملة بينهم. أولا هاتف من شركة سامسونج وهو جالاكسي M10S، الوفد الجديد من سلسلة M من شركة سامسونج وموجه إلى الفئات الاقتصادية بطبيعة الحال، وهو متوفر بسعر 27,000 دينار جزائري أو 2,700,000. ثانيا هاتف من نفس الشركة وهو هاتف جالاكسي A10، يعتبر من بين أكثر الهواتف سامسونج مبيعا هنا في الجزائر، يمكنكم الحصول عليه بسعر 22,000 دينار جزائري أو 2,200,000. تاليا بالانتقال إلى الشركات الصينية وبداية من شركة شاومي، حيث يمكنني أن أضيف هاتف ريدمي نوت 7S وهو في الفئة الأقل من هاتف النوت 7، ويمكنك الحصول عليه ابتداء من سعر 29,000 دينار جزائري أو 2,900,000. شركة أوبو الغنية عن التعريف لدى الجزائريين، اخسرنا لها مكان في قائمة هذا الفيديو، وذلك من خلال هاتف A1K والذي متوفر بسعر 20,000 دينار جزائري أو 2,000,000، ويعتبر أكثر هاتف مبيعا في الفئة المنخفضة بالنسبة لشركة أوبو الصينية. لا يمكنني أن أقدم لكم قائمة مثل هذه دون أن أذكر فيها هاتف من الهواتف الذكية الذي قدمناها لكم على القناة بشكل حصري، إنفينكس أسكات، بحيث يعتبر أفضل هاتف قوي بسعر متوسط لغاية الآن، فستحصل على مواصفات قوية بسعر 26,000 دينار جزائري، ويمكنك التعرف عليه بالتفصيل من خلال الفيديو الذي ستجده في رابط أسفل الشرح. آخر هاتف في قائمة اليوم هو من شركة صينية بطبيعة الحال وبتحديد شركة هونور بهاتف ويت سي، والذي يمكنك الحصول عليه بسعر 25,000 دينار جزائري أو 2,500,000. بالمقارنة مع هذه المواصفات فحقا سعر ممتاز. جميع هواتف هذا الفيديو تكون بمواصفات متوسطة، هنا نتكلم على رام بقدرة 3 جيجابايت و 2 جيجابايت في المساحة التخزينية، مع كاميرا مزدوجة وإمكانية وجود 3 كاميرات في الخلف، حيث يمكنك التعرف على كل هاتف بالتفصيل من خلال الروابط أسفل شرح هذا الفيديو. إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم. كان معكم إيهاب من قناة تيرتك، نلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.